أصدقائي، بتمر علينا ذكرى أحد عمالقتنا في مجال الموسيقى العربية الشرقية الأصيلة، ذكرى عملاق كبير وفنان كبير أثرى الموسيقى بكل أعماله الحقيقة، سواء كانت موسيقى صرفة أو مغناه يعني أغاني أو حتى كعازف لآلة العود، فناننا الكبير فريد الأطرش. وأنا هنا الحقيقة مش في مجال سرد لسيرة فريد الذاتية، وإنما يعني هحاول أستعرض معاكم يمكن نماذج من أهم ما قدمه هو في عالم موسيقانا الشرقية. لو قلنا فريد، لازم نقول عازف العود فريد الأطرش اللي إدى لآلة العود الكثير، واللي كان فعلا المثل الأعلى والنبراس لكل عازف عود حاول يمشي يتتبع خطاه. انا واحد من البشر، انا يعني اكتر اتنين اثروا فيا كانوا الله يرحمه الاستاذ فريد والله يرحمه الاستاذ رياض السنباطي. نقول فريد المؤلف الموسيقي، ونقول فريد الملحن، ونقول فريد المطرب، ونقول فريد ذو الطاقه الدراميه الاستعراضيه. بالتاكيد هم الخمس نقاط دول هم اللي بيحددوا اهميه فريد الاطرش في عالمنا الموسيقي. في حلقة النهاردة هنغطي بعض الجوانب، مش هنغطيهم كلهم الحقيقة، هنغطي فريد عازف العود هيجي معانا، وفريد مؤلف الموسيقى، وفريد الملحن، وفريد المطرب، ويمكن فريد مؤلف الاستعراضات أو مؤلف موسيقى الاستعراضية الموسيقى الاستعراضية نقابله في حلقة أخرى. أصدقائي، فريد الأطرش من أكثر من أثروا الموسيقى العربية، الموسيقى الصرفة البحتة اللي بيقولوا عليها الصمتة، ليه مش فاهم يعني، لكن أنا بفضل أقول الصرفة أو البحتة. قدم أعمال موسيقية كتير جدا، لكنه كمان قدم شيء جديد في وقتها جدا. مش عارف هو ولا الأستاذ رياض السنباطي مين سابق، ولا الأستاذ عبد الوهاب كمان، لأنه برضو عملها، أنه يعمل المؤلف منهم يعمل موسيقى مستوحاة من أغنيته. يعني مثلا في حالة فريد نقول عمل مثلا لحن الخلود وموسيقى لحن الخلود، نجوم الليل وموسيقى نجوم الليل، حكاية غرامي وموسيقى حكاية غرامي، حبيب العمر وموسيقى حبيب العمر، إلى آخره. يعني كرر هذا الأمر كتير قوي. ده كان طبعا السينما كانت بتديله هذه الفرصة، لأنه كان بيطلع يغني مثلا في الأوبرا وبفرقة كبيرة ضخمة جدا وراه كده، فكانت قدامه فرصة أنه يعمل ده وباقتدار شديد. الحقيقة أنا اخترت لكم عملين من اللي فريد عمل لهم موسيقى، يعني موسيقى خاصة بالأغنية. هنبتدي بأولهم أغنية نجوم الليل، من أحلى ما عمل فريد، سواء كنجوم الليل الموسيقى البحتة أو نجوم الليل الأغنية. طبعا هما مرتبطين ببعض، لأنه زي ما اتفقنا أن الموسيقى مستوحاة من الأغنية. الاثنين نجوم الليل تأليف شاعرنا الكبير مأمون الشناوي، واستاذ مأمون الشناوي من اكتر الناس اللي تعاملوا مع فريد، كان صاحبه وكان في اتساق روحي ما بينهم، كانوا بيحبوا بعض. طبعا زي ما احنا عارفين الكلمات، واضح ان المزاج النفسي مزاج حزين جدا، مزاج قاتم جدا، واضح ان ده كان بيلقى هوى كبير في نفس فريد منذ وفاة اخته اسمهان. فضل هذا الجرح فضل لم يندمل طول حياة فريد. وكان بيلاقي، يعني كنا بنلاقي فريد بقى زي ما احنا عارفينه، يعني في احسن حالاته هنا في هذا المود النفسي يعني، او المزاج النفسي. نمسك الموسيقى وزعها له بيبي المانزا، كان خواجة عايش في مصر، ومعظم العازفين هنا كانوا خواجات عايشين في مصر. المانزا كان اشتغل مع فريد كتير قوي وفاهم روحه كويس قوي، وده باين من التوزيع، ما فيش اغتراب ما بين موسيقى فريد وما بين طريقة تعامل المانزا الأوركسترالي. نشوف عملوا ايه بقى مع بعض. بنبتدي بجملة العرض الرئيسية، دي جملة محترمة فخمة، بناخدها بالأوركسترا كامل، بناخدها بالوتريات وردود الخشب والنحاس، عامل جو إبهار عالي فظيع. بنلاقي بعد كده رد بالوتريات الغليظة، الباصات والشلوهات والخشب الغليظ زي الباس كلارينيت مثلا، زي الفاجوت، بنلاقيهم معانا. آلات بتقول من تحت خالص، تحت تحت، جملة
بتوصلنا لرتم بطيء. خلي بالكم من تفعيلة الرتم ده هنا. المانزا بيبي المانزا عامل جو جميل قوي، انه مثلا لو الرتم دوم تك 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 مثلا، بنلاقي التك تك تك دي بالخشب، عامل تفعيلة الرتم شكلها حلو قوي. احنا كل غنوتنا نجوم الليل من مقام الحجاز، هو مقام بيبتدي من الري وبينتهي في الري، ويمكن عرضنا له قبل كده كتير. بنلاقي انه البداية من نهاوند صحيح، لكن بنروح للحجاز بسرعة في لمسة سريعة، بنروح منها لجملة ظالم وبحبه من روحي قاسي وبحبه طلنوحي، ودي اول مرة بنشوف فيها الرق والقانون. خلوا بالكم بقى، ظالم دي من الكرد بالمناسبة يعني، وهو من المقامات المجاورة جدا للحجاز، لصيقة بيه جدا. وبعدين قلنا اول مرة للقانون والرق، اول ظهور ده شرقية فريد، خلي بالكم محافظ على الطابع الشرقي. بعدين بناخد سولو قانون في ليه الظلم، ليه ليه القسوة، ليه ليه يا رب ليه، بيعملها القانون وبترد عليه الفرقة. وبعدين من الأوركسترا والخشبيات بناخد جملة سريعة من مقام الحجاز، من مقام الحجاز، بتأدي إلى رتم أكثر سرعة. وبعدين بناخد جملة جميلة قوي بالوتريات من مقام الحجاز وبتوصلنا للقفلة. القفلة نفس الجملة اللي ابتدينا بيها، يعني نظام فتح القوس وقفله اللي اتكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده، يعني ابتدي بنفس الجملة اللي هقفل بيها. بتبدأ الأغنية باستمرار عرض الموسيقى باستمرار، لكن المرة دي الآلة مين اللي بتلعب؟ البيانو. الجملة الشهيرة بقى بتاعت نجوم الليل، تان تررام تام تان تررام تام، مين اللي بيقول له التان؟ الأوركسترا، كل الأوركسترا بيروح خابط الخبطة دي، برضو من باب الإبهار ومن باب التعلية الشعورية، تعلية العاطفة داخل الجملة. بعد كده تمهيد قصير قوي لدخول الغناء، تمهيد برضو من مقام الحجاز بقى، بيقولوا في تتابع ما بين الوتريات والخشب. نسيت اقول انه قبل التمهيد ده البيانو بيكون دخل جملته تيرا را را تيرا را را، دي جملة من الكورد. يعني اذا اللعبة كلها ما بين الحجاز والكورد في المزيك، وبنرجع للحجاز زي ما قلنا عن طريق التسليم اللي بياخده الخشب والوتريات. لاحظوا بقى انه دور الكورال هنا في الغنوة دي مثلا مش هتلاقوه غير في اهات بتاعة ظالم وبحبه، بيقولوا كده، وبيقولوا كلمة ليه، يعني هو يقول ليه الظلم ليه، الكورال يقول ليه. وهنا على فكرة مش اعتباطي ده على فكرة، يعني كأنه بيصور لنا ان الكون كله بيشاركه في اهاته في عذابه، وبيشاركه في تساؤله في الاخر، ليه الظلم ليه، ليه القسوة ليه، ليه يا رب ليه، ليه الدنيا ما تمشيش عدل، يعني تحسه كده على طول. الكوبليه الاول بيبتدي بجملة البيانو اللي سمعناها قبل كده، وبناخد برضو استعراض من فريد، دريت الدمع والشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى. وخلي بالكم بقى من حتة هنا، عنده حتة بيقول فيها ومين قال الحياة حلوة. فاكرين غنوة الفريد كان اسمها الحياة حلوة؟ كانت كلمات احمد بدرخان، الغنوة الوحيدة اللي كتبها المخرج احمد بدرخان ولحنها فريد. فاكرين الجملة الحياة حلوة بس نفهمها دي، خدوا بس الحياة حلوة، هنا بيقول ايه فريد؟ ومين قال الحياة حلوة، يعني بيستعمل نفس لحنه مرة تانية، واخدين بالكو؟ هنا اللي بصهاله مأمون الشناوي، قال له مين قال الحياة حلوة يا فريد يا اللي غنيت قبل كده الحياة حلوة. وكأنما استعماله اللحن ونفس الكلمة تاني اللي هي الحياة حلوة، كأن فريد بيعارض روحه، غنى نفس الحياة حلوة مرة مؤكدا، مرة الحياة حلوة بس نفهمها، ومرة نافيا هنا ومين قال الحياة حلوة. طبعا حركة بمليون جنيه حقيقي جميلة. يعني بناخد نفس ظالم وبحبه بس بكلام تاني، ومين اشكي ويسمعني ومين ابكي ويرحمني الى اخره. الكوبليت تاني بقى مقدمة، بنخش الرصد وبنشوف فريد بقى على طبيعته اللي هو العمر قضيته حزين مظلوم، شجن جميل وسلطانة وجو عالي قوي، بيتصاعد لحد ما يصل الى البياتي في جملة يا رب ايه العمل، دي حكمتك، يائس ومالي امل غير رحمتك. وبنشوفه طبعا بيمارس هوايته في استعراض صوته، بيوصل لجواب النوى للسهم، يعني للصول اللي فوق، يعني عده كده يجي اوكتافين ولا حاجة، حاجة تخوف. وشوفوا طول النفس في يا رب اللي في الآخر،
وبعدين بينتهي بتحاور بينه وبين الأوركسترا وهو مصر على كلمة ليه 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 آه ليه إلى آخره. يعني بيكرر السؤال بيكرر السؤال، ليه ليه الظلم، ليه ليه القسوة، ليه الأوركسترا. هو بيقول مكانه وهو بيقول ليه ليه ليه، مع غنوة وموسيقى من أحلى ما عمل فريد الأطرش، موسيقى وأغنية نجوم الليل، مأمون الشناوي، بيبي المانزا، فريد الأطرش. Thank you.
بطل نوح ظالم وبحبه من روح قاسي وفي حبه بطل نوحي دمعي انا على دمعي انا على
بعد ما اقوم واقول ده نصيب وقدر مقسوم. يا ربي ايه اللي عملت حكمتك رحمتك يا رب. ليه الظلم الله 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 الله.